بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن بعد الله سبحانه وتعالى وحنو مهدنا غيا مامل كجامعة يا أرضا ضبا يا معلمين تي شغاله دبا فرصة ليسية أين كلمة إلى هذا عاوة الكلمة دي دوحي كساب سيسان عاوة موضوع وباهم وقت بدن لكن أن اسكد إيانا قوبة وموضوع كساب سن أهمية التوحيد مدنانتا كلمة التوحيد إلى ذهي مرك إنه أهمية كورما إنه وحن كورما إنه أدونكم حي وحتر كل هذا هاي سسدابة مدنان قارة ولا ذي آخرنا حي وحتر كل هذا سسدابة مدنان ولا ذي أنت أنا نهمية كورة من وحن سكابنا تلمام إياه كلمة التوحيد وحن أوران كرنا وشعار الدين شعار كوا السلوجن وأستانتا أما عنوان كدين تهردن با إلهي سبحانه وتعالى ديمه حق سكيمي أستان يعنوان وحوال ودين تود ما يكو كوبان تي أريا كان وحا صاهري وتفصيل أما وشرح أما وأريا يبل بلارنتي أدوي هي أركان الإيمان والإيمان بالله وحده وحكى صاهر ودمي وحي ساق الله نسبيني الإيمان بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وبالقدر خير وشر وحرمي وحي أبا الله نسبيني لكن أصل كوى إلهي الرومينتيس أدينو أركان الإسلام كلا أغنو وصائل العبادة وقابك ألا الله عابدي هذا بأريق التوحيد كانت المامينا أركانو دانو توحيد توحيد كمعنيه سيحوي أن سكوا بنا هذين وطل ما منه وإلهي جرى الشديسة يكون دقا كذا العمل بالله العلم بالله والعمل لله هذا هو التوحيد وإلهي جرى الشدي يجرى الشذا سيوحي الشاقي سيكون دقا كذا أما علماء مررك لا وحي كتل ما من وتوحيد المعرفة والإثبات هي توحيد القصد والتوحيد ككصاب سن قرشض الرب السجى هي صفات كيسية المامي سي وين ديسة إيه قيب تكصاب سن أديك أعماش كات جيسي حق جيسة قبنا إسا وحلا جاي أبا أرضا دقتة كليات كديني جا أما معاهد دا أما مساجد دا أما مالها إن هذا بدنا ركتو يدو قلت هذا التوحيد كوا مت قرا قلت له هذا والله هو توحيد المعرفة هي توحيد القصد قلت له هذا هو صدح أو توحيد الربوبية توحيد الألوهية وحاس وتقسيمات فنية توحيد كوامده وحنرد من وقاب له دراسين هي تقسيم فنية ونسقوية محاوي تهي أريقا معنيش إلهي وحو الدارتي توحيد كاسي إن أريقا لغو قدنية إنه نقض لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله أي لا معبود عد حق لغو عابدا ما شرطان الله أما إلهين عبادة لغو كلية له وتقرأنك إله إليه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى كورم با إلهي لي كإلهي سكردك تي نفتي سوحي دونت نفتي سوحي دونتم بصمائية إذا تاسوي إله با إلهي كت المامية قرآن كإلهي وحكت المامية واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أحد ويدي سابا إلهي لي وحي الرسول هران صادري رحمن كسكدي وح إلهي يولا عابدا ميانو يالا وحان ربا مركا شرح حسينا انت قد افه دي لغا مار موايا اري بان قد ريا اري قاسي وحو يا هاي
لينما أوران لا خالق إلا الله أما لا رب إلا الله التوحيد كوا محي ولا إله إلا الله وأيوة مسألة أنت بدن مسائلك غلط وقلا لا رب إلا الله دبليس بولي مع كفري سقو قالا قرآن كواكت المام ياله خلقتني من نار وخلقته من طين قال ربي فأنذرني قال ربي بولي إلهي ربي إنما هو قل يهي قال ربي بما غويتني وحاصر دم وحي المام يان أريق التوحيد كالصحاهي إنو يهي لا إله إلا الله سؤال شيء نوصع عنا مركا وحي طاي دوني دا إن بضنبا انحراف أما الدقان حمو أما مامل حمو أما الدين حمو أما أخلاق حمو أي صامرتي تاريخ دا بن آدم كمركا ديب الدراسة يسوه من آدم إلا مانتا بشرية دي صور نولي لباتوين بدن أوكل قديسان بصور مري لكن قرآن كان مركا ديكتو أمت كستو أو نبقى شيء مركي إلا الربي إنا يسبدل سمويسو بن آدم كسيبو فكرة ما أنت واحد غير بين الأنو والودن ذي ندبها هيستا معالم الإسلام ودن ندبها هيستا أما الدنيا دوردن بروبلم بها هيستا ما حلقة dadka badu wax laga yaabo inay dhaadaan waa faqriga mushkiladu hadii faqriga wax laga bedelo dadku waa hagaagaya dadka badu wax laga yaabo inay dhaadaan mas'aladu waa tacliinta hadii quality-ga cilmiga kor loo qaado mala wax waa hagaag lahayn dadka qaar wax laga yaabo inay dhaadaan waa good governance waa dawlad wanaag dadka badu wax laga yaabo inay dhaadaan qiyaadada xumaatay qiyaadada hal bedelo basharku wuxuu dhana u tijaabiyay bini aadamku لكن عا وحن ربينا تلمامنو بنا آدم كو قلو عيدي سوق قلو يوردن إلهي حقو وقبل آبي وحن ربينا نره هذا مركا هدي حتى أي چرتو هدي أي چرتو ودو ينبضن وبنا آدم كاللوغو هكي كرو لغو إصلاحين كرو تا اوغو قابن اي اوغو قمن اي اوغو توسني واتي ربي تلمامي يعني هذين ربنا بلشينا نسبدل كسمينه بلشة دارب تهاي ستا واحد دون تها نغطة إن جتين مثلا دوا قبيلة يقاد هي دولة حما هي بل هي بس بينها ستا صوما وحين ربنا ينسبدل دعه ينسبدل دعه بلشة تن حقين قبلونا هل جاء بجامعة وين أنت أصور ريسيرش سماي سيو كسابسا نسبدل كان حقوك هاي من أيها هدي بقى وشيرة بين لاني ودوين دتك اللجوء صلاحين كره ودوين كوا الله بصدى حفر شلع تضبا هدي بقى شرتو تاوجو جابن اوجو مردل كفي عنله وتيلهي وتلمامي وحلينا تلمامي يا أمضيه هره أمضى politically وعدي ودكتاتور شبكة ليي ونفتح سوق كامل رسول الله صادري صح انحرافك قلوعا وقرآنك كورم يا أمضه حضارة يا شيء حق دوني دا كتي شابيي سيفلاسيشن كود ونقضي اسميال قرح بدن لوح واوين بورها قضي للك سميي وبيال شاحي ما لها نايم كربع الخلا وكون هدا قضا هدا يصوصارين عادي يثمود يميلها للك كتيرين قيبة كميدة غير عاد بفليني هذا كنت المامان وياي وقالوا لا ده دول عجبي سقاف كل سيني هي موسى بيسيني وقوى إلى القرآن كقولها أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين ده ود كبر يقوق بدن بهاي وقرآن كوكو رمى يدد رقم كو حماتي أخلاق ضح حماتي قوم اللوط وأما قالوا نادقة قوبة هددكو يسوقوا يمادو لا يسقفوا له يعني أخلاق ده حد كاسيقة ما حمك دعية قرية يا ملا على قوار رمايو وتأتون في ناديكم المنكر وقوبة هلا يسوقوا يمادة عادقة أي حمك كان كدعة حد كاسي أخلاقياتكو قاري
waxa quraanku uu ka waramayaa yani hadii la tilmaamo inxiraaf bini aadam galo dhammaantii waan odhan karaa quraanku waxbuu ka tilmaama laakiin sida qisaska uma qora maaha sheeko tiro badan oo min daba ee waxa la tilmaama mawaadic alcibar umadda tan inxiraafkeedii iyo sida loo saxay haddaba waxaasoo umama si loo saxo waddadii ugu gaabnayd ee lagu saxay ee isbeddelka samaysay waa waddada towxiidka ولذلك القرآن كما قد أخرده إذا قضية أخلاقية يتاغن تهيب النبي قوي حكا بلابا يا توحيد إذا قضية نقالية يتاغن تهيب ونمن مكيال كي ميزان كدعاه ووضاد قطع وطريقة وحولها بابا سيدي قوم كي شعيب وحلوغا بلابا كا نبي كستاو إلهي صدري وحلي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي كستول صادري وحليه ما لكم من إله غيره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله صالح اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبي الله شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قرآنكم مركا وحينو شيغي أنبيادو وقادة البشرية وآدنها هرموت وغمضا ربي أدورتي إن بشر كإصلاحيا آخرية دون با نلوش أدون يا نلوش آخربا إنك واحد مدى أركتيه رير قلبات كير ريليجن كي وحاسية آخرة إيه قفك الروحية أنه وردس ما يمالها إن الدين تطي وليبا داد يوغي أن جامعات كأيو فرصة بدر رير قلبة وحر دلالية لو دلالية وكو قنعة لكن ماها إلهي قرآن كو صادر وحر وقو تلقى لي نلشن آدنو هاي الدنيا دا كنو ليين حما هاي انتلقى كحيو دولة حما دقان حما دقال حما نلاش حمه هذا أنت لقك حيين لهجو بشر كي قال الله عدي له سبحانه وتعالى وحده وحوجب له وضان قال الله عصبرته كصح مياه إن التوحيد كود دتك كان هجاجسا قال الله عصبرته صو كصح مياه بيلا هيلي ولذلك بن نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام السنة هل كاسو قبل أبا ورانكم أكو أنبياء ذهورا نقول رمي السنة هل كيوم بلا يدك قبلو وكحديث كإمام أحمد ورين أيه عباد ربيعة بن عباد صحابي الليلة هذا وحليه هيا أنا قوير وأنت يا نوي سلامين أنا قوير أباه إلا صعدة أياني مبوري السوق ذي المجاس اللي ورنشري دبا ترى وحنا ركي بوري النبي عليه الصلاة والسلام وأنتو دت كيس دحتا قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والسوق ذي عربته السوق من شرت السوق كم ده أيو النبي محمد دحتا قال عليه الصلاة والسلام يتنوح لي ورددوا ور لا إله إلا الله ده تفلح والليباني سان وقولي سان سان يا ريقار ده دب يتنددكم مركا يكسا أروران بولي أيان نن قروح بضان وطمها الله بكونا كحدي عربتو الضفيرة سان دو مركا نو كوستان وكلا يو كوستان جرين لبا كونا كدو دوبتاي وقروح بضان وإنه يرى أشقريين إنه يرى أحول سكي يرى هرشيدان بعد دبا الصعودة أوله وبنتي أنا وأديري وحباك اللي جي سنينه والنبي محمد أديرك ربك كور رادي أديرك على قط برد قال كات استكتب ويراه خير وبنتي وحباك ما تشرب وحش شيء النبي محمد وحد بس عدا أديرك وهبيه لنا الشيء وعمرك ما ليش تقال يا ويل كنا نقعد الله يا وريرك كتير سيء هاي وحبا يويد قال دم وحش شيء وحباك ما تشراني مرضا ب يعني اللي بيويد أباهاي أبا نيك نيك حد بس عدا محوها مركز يويد وأديرك أبو الله ابنك الله يرضى حديث كشيخ الألباني صحيح وقت المامية إذا ما حلا أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام عرب يضع ظلم وشره ونور بس يفتي سوى حقود عصدم ويانان عيد عيده يعني يضع ظلم كودي أنت وقف في عنايت لقميسته والجزيرة العربية أنت صحاري اللي بدقان كان نفط وضطك كقب حدا مويانه أنت نفط لهاي مثلا بلاد الرافدين عراق يا انت دم دائن وبغداد دين عيدة بيرشيا هيستي شام رومانسكا هيستي قيبتا كونفريت ايانا بيرليدا هانشرتا يمن ايانا رومانسكا ايو
iyo Persia ayaa kulloo lami jirto kulloo qolo qabsan jirtay marna Ethiopia Romaniska ka socota qabsanaysay qaybta Kristanka marna Persia qabsanaysay ahdigi nabiga marka Persia ba haysatay Abrahay iyo dabadii waxa qabsaday dawladda Persia idan dhul carbeedkii deganaa ee beeraha lahaa ee barwaaqada ahaana dad kale haystay lama oodanin ka bilow qoomiyad xornimo doona daanu reer hebelnahay dhulka iyagii waxa haysta Romans ama Persia joogtee waana laga yaabaa inuu ciidan badan heli lahaa lama oodanin qadiya akhlaaqiya faqad ka bilow oo dulmul ijtimaaci in la qaado dulmiga bulshada ka jira cadaalad dadku ha helaan lagama bilaabin waxa laga bilaabay meel ka adag waxaa soo dhan oo ah bashar koo dhan inuu ka hor yimaado waxaanay rumaysan inuu la yimaado oo ah laa ilaaha illa allah dhaha muhammadur rasuulullah halkaas ka bilaabo ciduu dirayayna saasuu ku diray matala xadiidka saxiixeenka ku yaalla mucaad ibnu jabal buu diray yaman inuu nebiga wakiil ka noqdo calayhi salaatu wasalaam oo dadka diin gaadhsiiyo oo xukumo maamulo wuxuu ku yidhi mucaada waxaad u tegi doontaa duul ahlu kitaaba ee waxa koowaad aad ugu yeedha ha noqdo shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah kaa uga bilow buu leeyahy hadday kaa kaa yeelaan salaad u sheeg shan salaadood oo 24 saacadood ugu leeyahy hadday kaa kaa aqbalaan inta dambe waa la tartiibiyey laakiin waxaa la yidhi dadkaa markaad u tagto kalimatu tawxiid uga bilow ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka matala suurad baa ku jirta la yidhaahdo سورة النحل علماء برنو حيكوت المامان سورة النعم سورة النعموين سورة قيبت يده هره داد آخر ده إلهي با قلت شيغانا يا وحو النمعي نسيو شيغي حالة أبور كينو ينابوري حالة ينو ينسيي إرك يدل كينو ينصخري أنهار إيا وبيالين لي نسيي حدقة هكان إيا وحان عردامين ده وكوان إما قولادان قالت با وحيدا دان markay ka waramayaan blue planet-ku sida human life-ka loogu sargooyay ayay waxay dhahdaan it's tailor made for man bay dhahdaan waa dawarba looga talay bini aadamka bay dhahdaan sida wax kasta oo dunida korkeeda dhulkaynu taaganay wax kasta oo yaalla even ha noqoto ajraamta samaawiga cirka waxaa meero marayo waxaasoo dhammi waxay raad ku leeyihin bay leeyihin lisaalixina قرآنكم هو استعمال إرى ليلة وسخر لكم وسخر لكم وسخر سماواتك يا عركي يا وحنا دمك على كورمي إرى وسخر سل الصورة داسي مرك الصوت تحو حاصرًا إلى وحنا وين تعد نعمة الله لا تحصوها إله يدان معين كيس ترسال أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون إلهي مرك وحاصر نمعا شيء جيو هل كانوا قصوا عدوام حي nimcada ugu weyna ilaahay ugu horeysiyey waa tee ee suuradu ka warramaysa ilaahay wuxuu ugu horeysiyey yunazzilu almalaa'ikata birruuhi min amrihi calaa man yashaa'u min cibaadihi an anziru annahu laa ilaaha illaa ana fattaquun an anziru annahu laa ilaaha illaa ana fattaquun waxay culammadu yidhaahdeen awla nicma wax uu alle ku gallad sheegtay waxa ugu weyn kalimatu tawxiidka saa daraaddeed wixii nimcad dunida taallay oo dhan intii aanu ka warramin wuxuu ka warramay inuu waddada saxa dadka kan siiyo malaa'ig loo soo diray waxyi sida waxyi sheegaya laa ilaaha ila allah sheegaya saa ogeed baa sufyaan ibnu cuyayna imaam shaaficiyi sheekhiisiiba wuxuu odhan jiray maa ancama allahu calaa cabdin min alcibaad nicmatan acdam min an carafahum laa ilaaha ila allah qof bini aadama ilaahay nimco ma siinin ka weyn inuu baray laa ilaaha ila allah laakiin dhibta taagan ba waxay tahay kuwii laa ilaaha ila allah afka kalaha inay cayd yihiin bay u haystaan waayo waynan garan laa ilaaha ila allah iyo qiimaha ilaahay dama waxay sheegaysay aynan si fiican u garanayn qur-aanku waxa uu sheegayaaba waxa rususha loo soo diray ee kutubta loo soo dejiyey oo dhammi inay eraygan in la sugo inay tahay wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وحلو صادر رموكا بل إيه وحق وقوي ما أنت الدنيا وحا مقشان
xuquuqda dumarka, xuquuqda caruurta, xuquuqda bii'ada, xuquuqda dhalinyarada, xuquuqda xuquuqda soo waxaas oo dhan ma maqashaan? Maad maqashay cid weli ka warramaysa ilaahay xaqiisa. وحقق قرى هدو صحمه وحن دمبور دم أي صحمه يا وحن دم بدود قلي ما ين هدو كاسي صحمه لا دمر با حق ود اللوم يا ولا عرور با حق ود اللوم يا ولا انفايرمنت كا حق يسلوم يا لكن هدو كاسي اللومه انت كسو هدوا لقدن هو مالين بقول دي حق بدتا مالين الدمر كا لقدو حقوق دو دا بدتا مالين الرجا لقدو حقوق دي سبدتا مالين كو انفايرمنتاليست كا دولة قفصدا هو وهو البطاطا وكوريريا اذا هو حقوق لجدنة ما انت دوني تالا اما نبي محمد عليه الصلاه والسلام يسقوا معاذ بن جبل دمير ير لا سارن عفير لا يدادو كويري وار معاذ يا معاذ مركا سويدي لبيك وسعديك يا رسول الله هذا النبي وما جوابي قال اسك صعد ساعد مركي للسعودي وهذا يري يا معاذ مركا سيدي دمك كو جوابي مركا سو هذا اسك صعد النبي وحبه شيء هذا علماء التربية وحر ربي النبي إنه نك نود الدجر نقضه وارتلو وحن النبي صو وذيل جوع العلينا إياه وما حي مركي الدم بو حقوق لا تدري ما حق الله على العباد وهرت إلهي حق سما تغنى ودتك كلي إلهي حق سما تغنى أبو خيل صحابة وحي قرن يعني وحن قرن بع المكرسي يقرب أيوة هرت إلهي رسول باوك دبتر النبي وحقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق إلهي دتك كليه يهدو صق من الله شيء صق ما يصح وحويان إني إلهي عبدان كليجي وأنا عدنا وشريك يالين هل غيب أنا تسوي ديني سو ده قرنني كلمة دنيني القرآن كأكو قرنتي قرنني إنه أحاديث النبي كأكو قرنتي لكن هاو سيدي بي سوليوشن قلت بروبلم مسكين نقاله يا بروبلم مسكين اجتماعي يا بروبلم مسكين دولة نمية سيدي بي قلت هاي علينا اسبدل لدى الدنيا كان عاي تاريخيا مركا لبارو اسبدل كي نبي محمد يا صحابة السمائيين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه مدة كوبا لما ارتين نجيل ورنش روحوا تلمامي هاي دهدان وإسبدل يعني تاريخي هندو رنتي ميل قارة وعلى مطسن ويا مركا اللي ايغو دات كاسي ريسورس كي هستين يعني مركا ولدينا جامعة دا يو بروجك بلانكا مركا سمين سامحات الادان شغا مركا القدرة مركا كواد وحد صوصة ما يستطاع بروجك بلانكا ريسورس كي هدو باهانت كورنا دي الولاد دوني دا كليقا كورتك ريسورس كي هدو باهانت وينتي نعم محمد كليقي بالله صودري وحانا اللي دوني دورنا كورتك waxaa lagu soo diray dunida oo dhan si uu uga hortago muftaaxa bini'aadamka lagu furo la siiyey meel baa jirta bini'aadamka haddii la furo that's all wixii dambe si fudud ayuu soconayaa hadday se furmi weydo ay adagtay waxa dambe inay si fudud u socdaan waxaa laga yaabaa qur'aanku waxa uu leenahay markaad akhrido انحرافاتك بناء آدم كصامري تاريخ بناء آدم كقرآن كوكور رمي وحدا وورد عبد الله ما لكم من إله غيره حتى مشكلات كعرورته سو مشكلات تربوية كما عبنا قرآن كوكور رمي أن لا إله ده لقمان الحكيم إلهي لا حكمة بوسي علمه سوء دليل بوانينية وأنا ده لقمان حقوق بلابا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وكل ربي المهني مستقبل صحن وياشو وحوقه الرئيسية توحيد كدب وحك سيئ عبادات كسيو كلب مضنايا صلاة يوحي صرع كدب وحك سيئ قضية الأخلاق يا بني آدم كسيد الله على رغمه إن دتك أنت بدن تصالة يا شيء وحكو فهمان وقت كنا وكوبي أنا دور تصالة بحيو تصالة أنكو بحنا ولبا مشكلة اجتماعية social problem أن تسالك سوقاتنا عهد النبي محمد هي قرن الله باتنات لبا تجربة داي سدح تجربة إنه مكاسرين عدقينا سدح ذات تجربة مدو حسمية النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة دي سيان وحبق عنتك هاي دولة حقا ودن رقالة ودن أقون جامعة دي باب كان يعني تشيرين
مجرد وحي يجا حق قال له غيمي يا وحي ما نكود سي بهستين يا بينو سدين عدغينا دولة الدنيا او قد خاله بدن او علم بدن او دائما تهجامسه دولة امريكان سوما دولة امريكان مشكلة بك عبطة يا خمري مشكلة الخمر مشكلة الخمر غا ولا دراسية دبتنا أقويها نكودي وحصو صار الخمر غو إنو بويسي ياي برشد أنا إنو بابي إنا يو خمر غا إن دتك اللي جوجيو دعاية بالو سمي والله شرحي دبتنا أمدي ولا قنعية إنو خمر غو حن ياي إنه خمر قحنية، وهل إذا هلا قادو إفتاء عامة ودك أمريكان ودنا هلا قادو تدوينا هلا ويدي خمر جا متشوجينا تدوينه أمريكان ودنا بأغلب ذي وحيتنا خمر جا هلا تشوجي ده بتنا كيس كي كونغرس كله جي كونغرس كا سنو قاضي سنو حسكو راعين لتشوجي كدي بوا حق قضية دي لجي سينتيرس كا ينو حسكو راعين لتشوجي madaxweynuhu noo saaxay waxa la qaatay go'aankani inaannu noqonin qaanuun ee inuu noqdo dastuur dastuurka Mareykanka founding fathers kiba qoray qodayadii Mareykanka ee baalka wadankan isku kabkabay ayaa qoray way yartay waxa lagu daray sidiisiba loo ilaaliyaa waxa jira marka waxay amendments yidhaahdaan oo ay ku dardaraan أنت أسوأ بغلص النضاد يدو سوى شرتي أيا كان هو أمدمنت كيس دادي تبنات وحكو دار كيس دادي تبنات ويا وحلا قضية ده تن قضية دستورية هلا قديبو دبتنا استيت سكون وكو كومبلسري إن سيد الله راعو وحلا قدي قضية دستورية ودن كمريكا مركا هو حسكو راعي أقون هديت هاي إنو حنيي رأي الددوين هديت إنو حنيي دولة ديو ما ملدة دي هديت إنو حاسي حنيي قو أنا بالقاطي January 1919 ay go'aan dawladdu qaadatay in waddanka Mareykan khamriga laga mamnuuco si khamriga loo mamnuuco bay dhaadeen koow waa in lagu daraa waxbarashada from elementary school ilaa iyo jaamacad wa maada la dhigo khamriga iyo sunnimadiisa iyo dhibtiisa alcoholka iyo problemkiisa waxa la dhigaya ilmaha dugsi hoose ku jira looga bilaabaya ilaa iyo inta jaamacad ka baxaya la dhigaya wa maada la dhigo أنت بدن دولة دو مركي ربان إني وحب دلان يمكى مثلا دولة دا يرى شبانيس كلا يدا وحيدا دان بدلة دا دان في عن وحي قصة ما يسوى حكام دا مادة شرط الله يدا moral education وحالا دا from kindergarten كلا قبل لابو إلى أي جامعة دا انتو أرد يقول خلي جبين مادة دا سوى سعطا والا دا وحيلا إن إنسان بان وصوصارنا مركان بنا آدم صوصاره يان وحصوصار يالنا وحالا دا مادة دا نوين نقطة مادة قف كستا أمريكان لغا دادعين كرو إن وحاني وحو يهي علميا وان كاسا لغاطي ولي بوحا لدي دادك چاني سالة سيو سي ورشده اللو بدلو أو وحاس اللو بدلو وان يير چاني ساحي ستان بالايد مركا يقادة 1920 جانواري وممنوع خمرية عبستيسة قادستيسة إبنتيسة كيدنتيسة انتي حديث كالنبي وشيغي ين لغو بيسو ساري حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى ملعون ما أورانين طبعاً بقى قانون هو قبنا يا بلي ولا سرعة سيدي بلا وده بحب لاب مي سوق مدوبة بحب لاب مي ورشدها سوق مدوبة خمر حنص مية بحب لاب مي قوى إلى هذان بلايند بيكس الخنازير العمياء دبتنا دولة أمريكا ما هو تاجوي ولا ودي ولا ودي ولا ودي iyadoo saynisyahannadii aqoonyahannadii iyo siyaasiyiintii dhaqa wax waliba leeyahay murba halkan waddanka laga joojiyo ayuu balwad buu noqday la kontrooli kari waayo muddo dhowr iyo toban sano ah ayay dawladdu dagaalka waday muddaday waday 500,000 people ba xabsiga la dhigay waliba waxay leeyihiin 10% maaha dadkaasi dadkii dambiilayaasha ahaa 500,000 ayaa Mareykan khamri iyo cabistii iyo wixii ku saabsan u dhigay waxay dhaadeen ijraamkii ka dhashay 200 qof baa dil lagu xukumay Mareykanka uu dilku in maxkamadda dil qaada wax yar ay tahay ijraamkii iyo crimeskii ka dhashay khamriga 200 qof ayaa dil lagu qaaday laakiin
dawladdu waxa uu cadaatay statistics-kii soo baxay dambe waxay sheegayaan khamri cabkii waddanka uu sii kordhay, noocii khamriga uu sii xumaaday, dadka indhabeelay, dadka yani wood spirit-kii iyo dee kuwan ethyl iyo methyl-kii kii dee qaldanaba dadku ka dhargay leebaalka suuq madow baa lagu samaynayay. Dabeetana indha la'aantii iyo wadna istaagii iyo baliya baaskii xanuunadii ka dhashay baa ka tiro batay. Waxa dhacday markaasi waxa la yidhi dhibta taagan maxaynu samaynaa? Waxay noqotay dawladdii Mareykanka in dib u fadhiisato amendment dambe oo dastuuriya in lasoo saaro oo khamrigu miyuu fiican yahay maya, ee waxa weeyaan dawladdu way u taag weyday khamri inay kontaroosho. Therefore federal state-ku wuxuu la hadhay qaanuunka sheegaya inaan qof sakhraasanay gaadhi kaxayn karin ama mashiin kaxayn karin ama waxaa intaa federal state-ka leh. Wixii ka soo hadha bay yidhaahdeen states-ku wixii ay doonaan ha ka gaadhaan, gobol waliba wixii uu doonayo waxaa ku xukumo. Anyhow sidii maalin bay in loo sii daynayay, dee wadciga maanta joogu khamrigu gaadhay. Berrina xashiyadda ku xigaysa waa hubaalayaana inay fasaxmi doonto. Anyhow dawladdii Mareykan xoog iyo cilmi iyo dhaqaale iyo power iyo waxay lahayd oo dhan markay isku dartay way joojin kari weyday. Bal aan tajribada qabanno qoladii laa ilaaha illa allah ka bilowday iyaga maxaa dhacay. Nabi Muxamed calayhi salaatu wasalaam jaahiliyadii ka horreysay ee carbeed, kow khamriga wax fiican bay u haysteen oo cunnay u haysteen, oo dee gabayada carbeed haddaad aragto saddex shay bay ku bilaabaan. Iftitaaxa gabayga lagu furto waa khamri iyo naag iyo faras. ninka gabyaagii hadduu saddexdaa tilmaami waayo dee gabyaa ma aha. Saa daraaddeed waxay ahaan jirtay dee shay waxay yidhaahdaan meelaha khamriga lagu cabo oo khamradu taajir baa loo dhahay. Haddaad taajir maqasho bay yidhaahdeen casruljaahiliya waa ninka khamriga ka baacmushtareeya. Wax kaloo suuq sidaa u leh oo suuqiisu customer-kiisu saa u badan yahay oo la iibiya ma jira bay leeno khamri u dhigma. Wuxuu ahaa dad muctaqadkoodu yahay inaysana macaabudaan, aqoontooda ay halkaa gaadhsantay dhoobo isagu malmalaasay inuu caabudo. Markaa socially dad burbursan, psychologically dunsan, economically dunsan, dowladnimo dunsan, wax kastoo bini aadam lagu qiimeeyo halka Mareykan dawladdiisan oo cilmi loo caynkan oo aqoon yahano khamrigu inuu xun yahay dadka laga dhaadhiciyay, kuwani khamrigu inuu ammaanan yahay bay haystaan. Nabi Maxamed baa yimi calayhi salaatu wasalaam, ilaahay wuxuu yidhi caqiide ka bilow, caqiidu bilaabo iyo akhlaaqiyaadka in la dhiso. dhowr iyo toban sannadood oo masaladaa socota, shan iyo toban sannadood ayay muslimiintu khamriga cabbayeen oo xalaal ahaa. shan iyo toban sannadood buu xalaal ahaa, waan laga hadal. aayaadkii qur-aanka ugu horreeyay soo dega waa suuratu lisra miyaa mise suuratu naxal bay ahayd, suuratu naxal, tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana baa la yidhi. wuxuun baa laga dhigay canabkii iyo wixii midhihii lasoo guranayay risq wanaagsan iyo sakhraan baa ka dhigay tan baa la yidhi. horta sakhraankuna risq wanaagsan ku jirin baa meesha ka muuqata, laakiin lama mamnuucin. waxaa soo degay haddana aayaadkii suuratu lbaqra ku jira sheegayay maxay, wa ithmuhumaa akbaru min nafcihima, ismkooda ka weyn nafcigooda, laakiin weli mamnuuc muu noqonay. mid baa intuu cabay dad tukiyo haddana wuxuu akhriyay qul yaa ayuha alkaafiruuna, dabeetana laalaadii oo dhan buu ka booday nacbudu maa taa markaasa. haddana waxaa soo degtay qur-aan ilaahay leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tu salaada ha u dhowaanina baa la yidhi maxay idinkoo sakraansan, ilaa ayaa ka garataan waxaa ku hadlaysaan bis waxa la mamnuucuun waqtiga salaada, laakiin inta kale waad iska soo cabaysaa. marka waqtiyada salaadu kala fogay habeenkii oo kale markaad cishaa tukato ayaa dee beegaaga kaga tuuraysa, laakiin subaxii marka la tukanayo dee adoo miyir qabaad soo kacaysa. caynkaasoo haddana muddo ku socday. waxaa laga yaabaa inaydan sawiri karin inaan xadiidaan in badan dadka u tilmaamayn inaan dii tilmaamayaan. fi saxiixi muslim waxaa ku qoran ghaswatu badar markay dhacday cali ibn abi taalib hal buu neef geela ayuu u helay qayb. dabeetana ina nebi maxamed faatima ayaa la siiyey, gabadhaasuu rabaa inuu arooskeedii dhigto, xoolana ma haysto, ila waa muhaajiriin oo waxoodii waa lala tegey, markaa waxba ma haystaan, madiinay joogaan, ghanaim iyo waxba toona lama helin, waa waqtigii noloshu cidhiidhiga ahay. ghaswatu badar buu neef geela ka helay. dabeetana maalinnimadii buu dabadda u baxo wuxuu is yidhi
ادخر يا حابة يا وحصو قرو نيف كان ناد قشي وحوقاك كلابا لغو دردري لها ما لها كاكين ستت بوبحة انتو كم غناء ايا ولا صحابة هو ديركي كتيرو ايا خمردي لو قيب تيبيو عبي حمزة كاميدا يدول عبي يا انا نهاستي لما تنوحي تلي كورسكي يا بيرك ما يسوك هيا سهرتان بكو هيسيسا حمزة صخران سنبا انتو كعي نفكي على إسلام هذا روس كل جت دالك جوجا أيو سيف تجلي هابلي هي بكرس يبر كيسوسا مركا كاسي نعضي أيو علي يمي علي مركيو يمي أيو أركي نفكي سجل ودي غلام وريا سانو غلي بيدها شيدي وهل يدي أديركا حمزة يتناول دقاق النبي بوت جا عليه سلامة السلام ودي له رسول كسيو بل قال إنك حمزة هو حكم سمي نفكي نبقي يا صار راعي هي علي بن ابي طالب ماشي بهلك الوعى بيا يما انا حمزه فضيه حمزه مركي سيسود دول تاجين ايوا انا صخره سنة انتو سيدا واغي او عقهود اغي ايو الا ما ضحيش الراعي اسيدو هل انتم الا من عبيد ابي لبدي الناس تبى الصعداء الضومي باهي مويا انا يدكون ميا وحكلتي بولي لو انا صخره سنة يعني صخره دو هلك سي جوجتي اما يوحنا ربينا نكون صوره مجتمع جاهل هبه كان سيده وعبي جري اما نلشو سيده يهي مدمر كيدت كان عقيدة دو دل دسي التوحيد كو دل دسي آخر الرميين إله الرميين إن لا حساب تما يقرتين يو حد دنبية إلهي يو ويندي سالة باري أيو حسود دكتا آيات قرآن أولي إنما الخمر والميسر لا تلمام فجتني بهم اللي هي كده إرادة كده إرادة مركي اللي يدي صحابة وحي لي قف دنبو بيك سيدا وحي ملقين بيدا دانا قف ولبو وقوة مقالة مدينة دبالكو تجارة بوها مقالة مدينة وحي لي خمر يلا قبا توقع كربي وفير سهد دادكو وحي رمي سنايه دبالتنا النبي قوي ماذا قول أوتمي فهذا إله رسول كيسيو يا خمر كان أقوم بالحي إلا بالكو تجارة بيكو كيرا أقوم بالحي دانو عطينا بيلا دين الله الرسول كسيو أقوم تحوله دي هلا قصوا صاروا وحنا بقول قبة هذا هو حول أقوم قبة بو نقول والله قبة والله كلاو تما واحد هذا أنا قد دوا ده نص بينا واكنا بحال كان دلوا جمع مار ما بيدا هن برق لغير السيو حنا قد دوا ينيو ده أنا قاعد أنت دوا ده نافس بيدا وارسجا حنون بو نقول دوا ما هي سجا حنون شو تيا walla kala u timo waxay dhaadeen anagu dhul yar qaboob aan deganahayo deeshada ma qaban karno hadaan isku kulaylin war isaga qulana joojiye bu nabigu wax kasto sabab ay sheegay nabigu u diiday yaani waxa dareemaysa mujtamaa amreekan waxa qaateen inuu xun yahay laakiin balwadnimadii bay ka fuqay waayay ama mujtamaa kani wari qaarba u haysta inuu dawo yahay ama inuu qabowga wax ka taro ama inuu dhaqaale laga heli karo wali dadka barba u haysta laakiin haddana wax kasta oo loo sheego nabigu wuxuu ku tilmaamay inuu xun yahay quba calayhi salaatu wasalaam waladaadi 15 years ayuu mujtamaa islaamiga khamriga ku joogsaday askar lama qorin soo ilaalisa meela khamriga lagu baadhayo lama baadi doonin lama bulshada sideedii u joojisay bulshada sideedii u joojisay maxaa u dhaxeeya mujtamaaci nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo bulshada dawladdii maraykan waxa u dhaxeeya waxa weeyaan wadada loo maray mushkiladan in la xalilo wadada loo maray waxa laga yaabaa inaad tidhaahdaan war casrigaasi dee dad wax garani maahayn iska daayay markii la yidhi ma iska daayeene qarniga labaatanaad dee waa adagtay bal hadda qarniga labaatanaad aan ku soo noqono muslimiinta madow ama dadkan madow oo maraykanka jooga xadaarada reer galbeed 100 million dad ku dhadhow bay afrika ka rartay baa la yidhaahdaa oo dee slave trade-kii inta xadhiga loo jeeday dadkaasi muslim bay u badnaayeen mostly muslim bay ahaayeen waxaa survive gareeyay baa la yidhaahdaa dad tira aada uga yar 25% tirada aadka uga yar le waa la tumay nolosha laga saaray waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan se weliba aan xadaarada dambe maraykan idiin tilmaamo ma u malaynaysa madaxweynayaashii maraykan mid ka midi ilkuhu gashanay inay hayeen doonkiisi inta laga soo saaray in loo geliyey doonkiisi inta ilkaha laga soo saaray ayaa loo geliyey founding fathers-kii nimanka ka mid qaar ka mid ah ilka bay siteen addoommo looga saaray
ساسي اوتوميه وحلا غارسيي حد قرالكو دنبيها قفكم وحا لو سو هلي با ليدها دنبيغا قرالكا نينكا مدو هادو وخ قرو وا دنبي وا كرايم محكمتو اي كو قبانيس وحا لو سو قبطي قفكا كان انو وخ قري نولشا لغا ساري دينتي با كلونتي انتودي باطني markii nolosha laga saaray waxay isku mashquuliyeen marka drogo iyo khamri iyo gaangnimo iyo dil iyo waakan midalan Harlem Street waxa noqday xaafad dhan aan police iyo ciidtoona gali karin nin waliba oo bastooladiisa wax ku boobo ku dilo ku dhaco dadku saxraasan yahay drogada iyo wax walba mujrimiintaasi dawladda Mareykanka way urursay xabsi ay ka buuxisay laakiin isbeddel baa laga waayay jaamacad baa lagu siiyay inay dadkan u raadiyaan isbeddel waxaa la diraa niman psychologist-a niman social-a niman kana bal dadkan in la daraaseeyo mujtamacan islaax si loo sameeyo dawladdu khaatay taagantay marka dambe dadkan inay bulshada ku dartaabay raadinaysa laakiin miniski ay taqaanay oo dhan ama cilmi baaris ha noqdo ama dhaqaale ha noqdo ama daara loo dhiso ha noqdo guryay dhiseen meelo lagu cayaarabay u sameeyeen kan bay u sameeyeen laakiin wixii oo dhan waxba waan fiic waaye kana istira badan baa laga sameeyay dadkii xalba loo waayay dadkii oo noocaas ayaa markii dambe waxa islaamay afraad ka mid ah oo islaamka fahmay dabeetana xabsigay galeen xabsigay ku islaamay gaangiskii marka hore dawladda iyo systemkeedii markii dambe waxa la qoray dadkan inay yihiin psychopathy wa marada nafsiyiin war dadkani way bukaan baa la yidhi khalas dawo ma leh waa dad xanuunsanaya ayaa la qoray nimankii la yidhi waa dad xanuunsanaya ayaa niman ka midii islaameeno mujtamacii bay ka dhigeen andaf mujtamac jooga jeel qaba maxay sameeyeen kelimatu laa ilaaha illa allah bay ka dhaadhiciyeen tawxiid bay ku guulaysteen tawxiidka markay si dhaba uga dhaadhiciyeen bay ka tageen khamradii iyo qudhunkii iyo waxa kan iyo waxaanoo dhan dhaafeen tajribo nin soomaaliyeed uu sameeyaan adi siiyo waxaa jira nin doctor cabdilqaadir la yidhaahdo doctor reer raca وجامعاتكم مريكانكا جامعاتكم مدور ريسيرشر كاها بل ايوه حن رجيني جريده قوه وين علم بيراها انه يديتر ميد كميدها يديتر سكود انه كجيري اسكو جامعاده جوغا ايا وها ودو حبسي جوفنايل كا لو خيرو دتكن ميد مدو يو حن ربشدي ماركا بدتاي حتى اندريج كا والله خيرا حبسي ليين ليه تبن جرده يتدو قواسي حبسي غاري لي حبسي دالنيرو جامعاده اكتيده كجورو اسكا تغي xabsigii buu iska wacwacdiyey dabeetana qaar baa islaamay kuwii islaamay ayaa dhaqankoodii isbedelay qoladii jeelka u timo waxay dhaahdeen war kuwii yar yaraa waxaad ku akhridayba way isbedeleene aan maalinku sii nekaale wuxuu aniga isagaa iga sheekeynaya wuxuu ihi maalinta sabtida iyo axadda waxaan qabto ma hayo meeshu waa meel aan soomaaliya cid kale toona deganayn jaamacaddii iyo wixeedii uu ka daalay maalintaasaan isaga tagaa buu yidhi kuwan yar soo wacdiya islaamka uu sharxaa in baa uu islaamtay intii baa fiicnaatay qoladii jaalka waxay ka codsatay inuu barnaamijkan ku wado barnaamijkii markuu socday kontaneya islaamay kontankii waxay noqdeen dad quman oo khamro iyo droga iyo rabshad iyo problemkii oo dhan joojiyey state-ka New York baa markaa u yimid doktorkii isagoo jaamacadiisa jooga waxa la yidhi dhegayso waxaanu ku siinaynaa shaqo ka fiican tanaad haysatee jaamacadda waxaanu rabnaa inaad waacid noqoto qof wacdiya jeelasha state-ka New York uu leeyahay aada haatidna state-ka qof u shaqeeya oo mushaharkaaga state-ku ku siiyo dabeetana aad shaqada qabato waxaan rajaynayaa imika 20-kii sanadood ugu dambeeya ama dhowr 20-kii sanadood ugu dambeeya shaqadaas soo haya waa state-ka Mareykanka ee caynkaasi ayuu yahayeen xabsiyada dadkii loo taag waayay inuu islaamka u sheego si loogu taageelo waxaan leenahay marka haddaynu rabno inaynu isbeddel bulsheed samayno asaynu muslim nahay waxaynu u baahanahay inaynu kitaabkan qur'aanka dib ugu noqono si fiican u garanno waxaynu u baahanahay inaynu garanno taariikhdan ilaahay qur'aanka uu kaga warramayay bini'aadamkii hore qalloocsamay sidii ilaahay u saxay waxaynu u baahanahay inaynu garanno wadada ugu dhow hadiiba ay jirto su'aasha u fiirso xataa hadday jirto wadooyin badan oo wax lagu islaaxin karaa ta u dhowe u gaaban ee isbeddel dunida ka samaysay less than 50 years
Soomaaliya mise dawlad ahay sigistigi waxa ka dambeeya hadda Soomaaha waxaan laba garanaynaa 70 sanadood Soomaaha wax walba weynu tijaabinay Soomaaha dimuqraadiyad baa la tijaabiyay dabeetana la yiri ma fiicna shuuciyad baa la tijaabiyay waxa la yiri ma fiicna jabhadnimo la tijaabiyay waxa la yiri ma fiicna qabaa'il baa la tijaabiyay reer hebel waa ma fiicna laan laan baynu ku wadna ka sii dartay ma aha dadka kani dad xuma doonaya dadkani wanaag buu raadinaya wuxuu isleeyay war meeshan aad joogtaa meel maaha ka guur oo meel fiican u guur dadkan halgamaya naftoodii bixinayay bilaashumay bixinaynin waxay raadinayeen ay u dhimanayeen war bal waxa kan wax ka wanaagsan u guur meel ka roon u guur laakiin weli waxaynu taagannahay maxay goobaan fiicnay weli waxaynu taagannahay goobaan fiicnay ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta waa all isku wada dar problemku waxa weeyaan solutionkaynu la'nahay haddaba waxaan leenahay qur-aanku ummada dhan oo dumay buu ka waramay solution in loo helay ma aha waxaynu ka waramaynaa tijaaba inuu leenahay waa tijaabo cusuba hadda la bilaabayo maaha waa tijaabo dunida la tijaabiyey oo in badan lasoo tijaabiyey oo midhaheeda la arkay waa tijaabada aan odhan karno dunida meeshii ugu liidatay ilaahay meeshuu u doortay inuu nebi maxamed ka soo saaray waa meel aan dowlad lahayn oo nidaam lahayn oo school of thought iska jirin oo falaasafa joogin oo culimo deganayn waxba meel zero yaa la yidhi ka bilow meeshii zeroga ahayd buu wuxuu ku guulaystay qimatu dunyaa inuu geeyo bale 1000 years inay noqdaan muslimiintu dunida ciddii hogaaminaysay maanta maxay xagga hoose u mareen waxay xagga hoose u mareen meelaan meeshii ahayn ayay ka raadiyeen xalka maaha inay ka caqli xun yihiin caalamulislaami dadka dunida ku nool miyuu ka caqli xun yahay aad u malaynaysa mise uu ka garaad yari maya kama garaad yara kama caqli xuma miyuu ka resource yariye maya laakiin meelaan meeshu xalku ku jira ahayn bayuu ka raadinay idan waxaan leenahay idinku waxaad tihiin mustaqbalka dadkii la rajaynayay ummadda tan waana laga yaabaa jaamacaadka marka la joogo waqtiyada loogu firfircoon yahay dadku ay ka fakaraan warsee isbeddel loo sameeya dadkan activistka ahay inta badan waa ardada jaamacaadka ay dunida u badan yihiin dee mooyiina idinku qayashaan oo seexataane caalamka ardada jaamacaadka jooga oo dadka ugu badan ee activistka ah ee dunida isbeddelka ku sameeya waa mustaqbalkii ummadda dadkii la rajaynayay inay hadda bedeli karaan hadday tahay can ariiqi lcilm iyo hadday tahay akhlaaq iyo hadday tahay da'da usoo koraysaba mujtamac uu cidda u rajaynayo daba waxaan leenahay adduunka ariiqa ugu kooban ee wax lagu islaaxiya waa kan that's why ambiyadoo dhamma ay uga bilaabeen xataa mashaakilka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nabiyullaahi yuunus oo bad liqday oo meel madow galay ilaahay muxuu yidhi fanaada fi dulumaat allaa ilaaha ila anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin faistajabnaa lahu wanajaynahu min alham wakadalika nunji lmu'miniin baa ilaahay yidhi markuu meesha adag galay problemkaa wuu tawxiidsaday baa ilaahay yidhi dabeetana waanu ka aqballay baa ilaahay yidhi waa badbaadin may yuunus bay ku kooban tahay maya ilaahay wuxuu yidhi wakadalika nunji lmu'miniin sidaasoo kale aanu dadka mu'miniinta u badbaadinaynaa ولذلك النبي يقول لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له وهو النبي قلت المامي والبروبلم هذو اذا قبصوا وحتى هذا النبي يقول حديث الصحيحين كي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم ورويدا دها النبي يقول هذه مشاكل نولش اذا قبصوا كما ورمن psychologically qofka maxay isbedelaya markuu tawxiid ka qaato noloshiisu say isu bedelay waxaan ka warramoon qadiyo socially waxay isbedeli kara iyo dowladnimo waxay u taag weyday laakiin waa mawduuc haddii baxsi loogu baxo noqonaya sanawaad inaynu daraasayno waa inu idinka haddii academicee inaad ka eegtaan jawaanibta nolosha laga eego dhan muxuu ka taraa jaanib kasta waxaan leenahay isbedel buu ka samaynaya aakhira markay tagtana
دواء تقول لقوبة بادبا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إذا هدا تاوى إذا آخر قبلنطي مركا تآخر إذا كور رب ما يتنى الدون كان عاوي دين كدينية ما دام صلاة دين الله الدمي انت سنسكيس وكوبية وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما كودي بنايت فهم كأريه بدن لغات إنجليزية ما عرقتي إن آخر سكاجا عقبات أيهور تاجنتهاي مع ميلسيا تاسيو حلسو أديك أقول مال وحات كهلا ساب برنامج كأريه مانتا Word of the Day كاسيو المعلوم البكو برنايسو أري عصوب أو معنيه سا يا أديك سجي سوال لغوش رحيو بالوالبا دمات كيدا قال امتحان كبشة أريه دي عاد برتاي أو كوجوريسو أبال مرين قاليا أريه مانتا waa fursada kobcinta kaydka ereyada luqadda ingiriisiga si aad u isticmaasho qor ereyga word una dir 400